إعادة تموضع دبلوماسي إلى 3 مواقع. تجلي السفارة الأمريكية موظفيها. تقول المصادر إن دبلوماسيين نقلوا إلى الولايات المتحدة ومجموعة أخرى إلى موقع في أربيل. أما الثالثة وهي المسؤولة عن الأنشطة الحيوية والإدارية لجأت إلى موقع بديل في العاصمة بغداد. الموقع البديل لم يمنع تردد معلومات واعدة في الإقليم تتحدث عن نقل كامل السفارة إلى كردستان. ورغم ذلك ينفي السفير الأمريكي في بغداد ما تقوله المصادر، ويكتفي بالقول في تغريدة على تويتر بأن الأعمال مستمرة في سفارة بغداد. واشنطن قلقة جدا من أن يعاد سيناريو اقتحام السفارة الأمريكية، ولذلك هي تعمل على خفض المستوى للتمثيل الدبلوماسي في العراق. في آخر أيام ترامب وقبيل ذكرى اغتيال سليماني، يرتفع منسوب التوتر، القلق في طهران والعواقب في بغداد بتداعيات أمنية واقتصادية. خيار أو مجموعة خيارات على طاولة سيد البيت الأبيض لردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين على حد سواء. الضغط المتبادل سياسة تنتهجها واشنطن وطهران، تحاول الأخيرة من خلالها إرغام حلفائها الكف عن استهداف البعثات خشية أي مغامرة في اللحظات الأخيرة من قبل ترامب الخاسر والناقم على سياساتها في المنطقة، وتمهيدا لتهيئة الأجواء للدخول في عهد جديد مع إدارة بايدن.